ميارة رئيس على برضه الراجل ده يعني من محبي مصر، نعم والحقيقة الأخ والصديق الحقيقة يعني ما تأخرش في أي حاجة وقعد ودخل كانوا بيسألوا، وتحياتي للأخ بيدرو وتحياتي لجوانا والأخ مليون جينارو، نعم جينارو، يعني ان شاء الله نلتقي على خير، وتحياتي لصدى البلد كلها الحقيقه فردا فردا، وتحياتي الى كل مواطن مصري قدم حاجه، المواطن المصري اللي طلع نزل وقف ساعه واثنين نعم. وثلاثه ونزل، وتحياتي لكل من ساهم في اتمام العمليه الانتخابيه بنجاح، وتحياتي الى اللي نظف الشارع والى البوليس اللي حرس الناس والى القضاء اللي نفذ كلمه القضاء نعم. والى كل المؤسسات اللي اظهرت مصر بالصوره الحضاريه دي. حضرتك شرفتنا وبشكرك شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سيد جنرال، شرفتنا شكرا جزيلا.